يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذه العبارة التي قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فيها غلو، وهي كأنك خلقت كما تشاء؟ لا، هذا من الغلو، هذا من الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الظاهر أنها من الهمزية، قصيدة صاحب البوصيري، الهمزية للبوصيري أو الهمزية لأحمد شوقي. هذا من الغلو بحقه صلى الله عليه وسلم. نعم.